بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل فيديو عن وجبات فطار متكاملة. عندنا هنا 2 زبادي، موزتين، طبقين اهو، شوفان لينو سريع التحضير، وعسل نحل. انا بقى بعمل الشوفان ازاي هوريكم بقى دلوقتي هنعمل الشوفان ازاي. بصوا هنا مية مغلية اهي، هحط بقى فيها 3 معالق شوفان او 5، هوريكم دلوقتي اهو الشوفان، هرجعه تاني على النار وهرجع اوريكم لما يستوي يبقى شكله عامل ازاي. عقبال بقى ما الشوفان يستوي، هنا هرست اهو الموزه هنا وموزه هنا اهو، حطيت حبه زيت زيتون، بستخدم زيت زيتون اهو فيرجن اوليف، زيت زيتون بكر. هحط بقى الزبادي وبعد كده هاجي اوريكي لما الشوفان بيستوي بقى شكله عامل كده. بصي طبعا هنا انا حطيت اهو الزبادي والشوفان وعسل ابيض، وهنا زبادي وشوفان وعسل ابيض. والله وجبه فطار جميله، ما خدتش مني ربع ساعه على بعض. ولو ولادك ما بيحبوش الشوفان، العسل الابيض هو بيبقى مر، فالعسل الابيض بيخلي طعمه كانك بتاكلي مثلا عيش متفتفت مع الاكل حاجه. جربي، والنوع ده حلو بيستوي بسرعه. لينو ده حاجات اساسيه هتخليها عندك في البيت كل اول شهر، اللي هو زيت الزيتون والعسل الابيض والشوفان. صحيتي من النوم مالكيش نفس ان انت تعملي فطار، محتاره هتعملي اكل ايه، اهو زبادي وشوفان وموز، يعني احلى من كده ايه. يلا بقى قومي، يلا جهزي لهم احلى فطار، وبالهنا والشفا يا رب على اللي هياكله. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ ده فطار اليوم التاني من فيديو 7 ايام فطار صحي لاطفالنا ولينا. جميل، دي جبنه بقوطه، قوطه وبصل وفلفل رومي وحبه زيت، وهنا حبه جرجير عليهم فلفل اسود وزيت زيتون وليمونه، عصره ليمونه عشان نعرف ناكله. حاولي تدخلي الجرجير لاطفالك لانه مليان فوائد فظيعه، يعني انا لسه مكتشفه الطريقه دي في الاكل وعجباني. الاول ما كنتش بعرف اكل الجرجير لانه كان بيبقى كده طعمه فيه مزازه كده، او معرفش فيه حاجه كده تحس ان انت مش عايزه تكملي تاكلي شكل الجرجير، لكن زيت الزيتون والليمونه بيخلوا طعمه جميل قوي. وهنا البيض المسلوق طبعا، وعيش بلدي. يلا وبالهنا والشفاء احلى فطار، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده اليوم التالت، عندنا فطار اهو، قطعت بطيخ وجبنه والجرجير، جرجير اهو قطعته، حطيت عليه عصرت عليه ليمونه، البذر اهو بتاع الليمونه، وحبه فلفل اسود وزيت زيتون. بصي انا يعني انا لما باجي اكله لبناتي طبعا طعمه بالنسبه لهم مش متعودين عليه، بس لكل يوم معلقه هيحسوا ان هم خلاص خدوا على طعمه، بعد كده هيحبوه، لان ما اصلا ما حدش من الاطفال بياكل الجرجير، بس الليمون بزيت الزيتون مديله طعم وكسر المزازه بتاعته. جربي، انا عملته ليا انا اصلا عشان بيقول لك كله كالسيوم وكله اكسجين وكله حاجات خارجه من الارض، فانا حاولت ان انا ابدا حاجه صحي ان انا كل يوم اكل جرجير عشان صحتي وبشرتي وشعري. وده كده كان الفطار بتاعنا بتاع اليوم التالت، واشوفكم في فطار جديد ان شاء الله، مع السلامه. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، ازيكم عاملين ايه؟ انا عارفه ان انا بعمل لكم فيديو عن وجبات فطار 7 ايام فطار صحي، بس انا بعمل وجبه جميله قوي، يعني انا بعمل حاجه حلوه بحب ان انا اشاركها معاكم. بصوا دي لحمه ببصل، وهنا هنعمل رز بالبسله بالجزر، فحسيت ان هي تبقى وجبه مفيده ولو عملتيها ولادك هيحبوها. هاجي لكم تاني بقى لما الوجبه دي اوريكم. بصوا شكل الرز جميل ازاي، ما شاء الله، والله اول مره اعمله، ان شاء الله لو عملتوه هيعجبكم باذن الله. هسقيه بقى واوطي عليه النار وهاجي لكم ان شاء الله في الاخر.
صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه النهاردة؟ هنعمل احلى فطار صحي. هنعمل شكشوكة زي ما انتوا شايفين اهو، 3 قطات، فلفل رومي، بصل، بيض. هقطع بقى الحاجات وهوريكم شكلها في الاخر، تمام كده؟ ما بحبش اطول عليكم، انا بقول لكم افكار وانتوا طبعا الطريقة بتبقى عارفاها. بنحط البصل الاول، نقطعه ونحطه الاول عشان يدبل، بعد كده الفلفل، بعد كده القوطة، بعد كده البيض، تمام؟ ارجع لكم بقى نشوف شكلها في الاخر. بصوا بقى المنظر بعد ما البصل دبل والفلفل، بصوا لسه هخليهم يدبلوا كمان، وبعد كده هحط عليهم القوطه. اجيلكوا تاني ان شاء الله. اهو المنظر قبل ما اقلب. بصوا حطيت البيض اهو، بصوا شكلها جميل ازاي، يعني لو اتقدمت كده هتبقى شكلها اصلا جميل وهيحبوها ويحبوا ياكلوها. لكن بقى احنا هنقلب البيض ده كله. وعندنا هنا جبنه رومي، بشرة جبنه رومي، هحطه في الاخر وارجع لكم. بصوا ده شكلها في الاخر بعد ما حطيت بشرة الجبنه الرومي، ومش قادره اقول لكم على الريحه بقى. طبعا احلى شكشوكه ممكن ولادك يحبوها وانتي كمان حلوه ليكي. يلا بالهنا والشفا، تعالوا كله معانا تنورونا. طبعا يلا بقى، لو الفيديو شجعك متنسيش اللايك وسبسكرايب لو انت اول مره تشوفيني، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الوجبه الخامسه. عاملين ايه بقى النهارده؟ جبنه شيدر ابيض مستورد، وزيتون، والجبنه الرومي دي ليا، وبيض مسلوق ليا، وجبنه بيضه، وبيض بسام، والطعميه برضو. انا بحب ان ادخل لهم انواع اكل جديده، يعني بحب ان هم يبقوا عارفين اسامي الجبن. بحب مثلا لما يقعدوا يتكلموا او حاجه، مثلا لا احنا عارفين يعني عندنا كلنا جبنه شيدر، كلنا جبنه رومي، كلنا جبنه فلامنك. يعني طفلك المفروض يبقى عارف اسماء الاكل عشان يبقى عارف الاطعمه بتاعته، مش كل حاجه مثلا يبقى عارف مثلا هو بيض بس، لا في بيض، في زيتون، زيتون كلاماتا. اتكلمي مع اطفالك وعرفيهم اسامي الاكل، كل ده بيفرق في شخصية طفلك، كل ده بيخليه يتقبل انواع اكل جديدة، ويتقبل ان هو ياكل منك اي اكل انت تحطيه له. لما كل ما بتغيري في الاكل وكل ما بيشوفك بتعملي اكل حلو، تصدقيني طفلك هو هياكل لوحده وهيحب ان هو ياكل. دي كانت الوجبة الخامسة بتاعتنا، واستنوني بقى ان شاء الله، فاضل لنا وجبتين وانزل لكم الفيديو ان شاء الله. مع السلامة. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل بيض اومليت، بس فكرة البيتزا. طبعا انا بضحك عليهم بقول لكم عامله لهم بيتزا. بصوا بقى هنا عندي فلفل رومي وبصلايه وزيتون، هقطعه مش مخلي، هقطعه واشيل منه البذر. وهنا 3 بيضات، وهنا جبنه شيدر وجبنه رومي. هقطع بقى كل الحاجات وهوريكم هعمل ايه. بصوا قطعت الحاجه صغيره ازاي. الزيتون عايزه اقول لك حاجه، في الزيتون انا غسلته من الملح، يعني هو بيبقى جاي فيه مملح، فانا غسلته بالميه عشان ما يبقاش فيه ملح، تمام كده. وهنا الطاسه اهو سخنتها على النار تسخن، تسخن قوي بقى، والميه اللي فيها دي تشرب. احط زيت ذره، استخدم زيت كريستال. احط بقى زيت ذره وهضرب البيض الاول، واحط عليه الخضار، وهاجي اوريكم وانا بحطه في الطاسه. هنا اهو حطيت البيض، حطيت ملح وفلفل اسود وبابريكا. هحط بقى الحاجات اللي احنا قطعناها، وهحط زيت وهفتح الفرن وهجيلكوا تاني. اهي دي الحاجات بعد ما حطيناها في البيت. وبصوا الزيت سخن، عايزه اوريكي مش حاطه زيت كتير برضو، تمام كده، بس يكون سخن اهم حاجه عشان البيض ما يلزقش. هوريكوا بقى وانا بنزله. بسم الله. بدي يعمل شويه تشوي. هرجع لكم بقى تاني بعد ما ندخلها الفرن واوريكم شكلها الاخر. بصوا بقى كده البيض استوى، بس طبعا انا مش هقلبه، انا دلوقتي بحركه بس كده عشان ما تلزقش. اهي كده استوت. وبصوا بقى تعرفوا منين؟ بصي اطرافها اتحمرت، بصي اتحركت معايا اهي. بصوا ما شاء الله. بصوا بقى هعمل ايه دلوقتي. اهي الجبنه، اهي الجبنه الرومي والجبنه الشيدر، هحطهم بقى على الوش كده، ادخلها الفرن واوريكم شكلها لما تخرج. ده شكلها اهو بعد ما خرجت من الفرن. بصوا
جبت طبق وحط عليه منديل برضه عشان لو في اي زيت نتخلص منه. بيتزا دي بقى ولا مش بيتزا؟ سهل انك تضحكي على اطفالك، طبعا الاطفال كلهم بيحبوا البيتزا. يلا بالهنا والشفا، واشوفكم يلا ان شاء الله في اخر وجبة بقى. مع السلامة. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ احنا قلنا بقى نعمل حاجة النهاردة بالبطاطس، دي الوجبة السابعة ان شاء الله. دي 3 بطاطسايات او 3 بطاطس، 3 حبات بطاطس مسلوقين، وهنهرسهم اهو. احط عليهم حبة لبن عشان ازود ايه القيمة بتاعتهم. تمام، ههرسهم بقى وهاجي اوريكم انا هعمل ايه. بصوا اهو، هرست البطاطس مع اللبن، كان عندي حتة جبنة شيدر وحتة جبنة رومي حطيتهم معاها، هيسيحوا دلوقتي. وحطيت حبة فلفل اسود وحطيت حبة بابريكا، ومحطيتش ملح لان انا هعملها مع البيض، فانا هعمل البيض وهحط عليه الملح بعد كده هحط البطاطس. هوريكم بقى انا هعمل ايه. بصوا هنا بقى، بعد ما هرست البطاطس حطيتها في جنب في الطاسة، حطيت الاول سمنة بلدي وحطيت 3 بيضات اهو، وهعلي النار بقى وهقلب كله في بعضه، وهوريكم بقى الطبق في الاخر وهو بيتقدم. ماشي، وجبة جميلة جدا وحلوة وهتعجبهم. واحنا اتفقنا ان احنا لازم نغير في الفطار ونغير في الغدا، ما تثبتيش على طبق واحد، ما تثبتيش على اكلة واحدة، لان هما بيحبوا التنوع في الاكل. ارجع لكم بقى تاني اوريكم شكل الطبق في الاخر. اهو ده شكل الطبق في الاخر. بصوا بسم الله ما شاء الله، كمية حلوة اهي. ينفع بقى ياكلوها بالمعلقة، ياكلوها بعيش بلدي، بس يعني انا افضل ان هما ايه ما يكتروش في العيش، لان البطاطس اصلا نشويات، فالبطاطس حلوة جدا. طبعا كلنا عارفين فوائد البطاطس، ومسلوقة او مهروسة بلبن وبيض، والبيض معاها بروتين، فهي وجبة متكاملة جدا وهتعجبهم قوي. الطبق ده بيكون موجود في الشبراوي اربياتا، بطاطس مهروسة بالبيض، فاحنا ايه عملناه في البيت صحي وجميل وهيعجب ولادنا ان شاء الله. يلا امي بقى اعملي لهم احلى فطار، اشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله. متنسينيش بقى في اللايك وسبسكرايب لو انت اول مره تشوفيني، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.